السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غيكون هذا هو الفيديو الثاني من سلسلة الفيديوهات اللي غنخصصوهم للمراجعة للموحد المحلي بالنسبة لتلاميذ المستوى السادس ابتدائي. الفيديو السابق شفنا النص وأسئلة الفهم وشفنا الطريقة ولا المنهجية كيفاش نتعاملوا مع الأسئلة ونجاوبوا عليهم نهار الامتحان. كذلك اليوم غنشوفوا نموذج آخر ونص آخر مأخوذ من امتحان ولا موحد إقليمي ديال السنوات السابقة. خنيفرة le 22 mars 2017. Chers parents, c'est avec un immense plaisir que je vous écris pour vous annoncer que nous sommes arrivés à Khnifra hier soir. Aujourd'hui, il fait beau temps. Résultat, nous avons visité la place d'Ajdir et les sources Omrabien, où nous avons vécu des moments heureux et agréables. Nous logeons dans une auberge à côté du lac Wiwen. Nous nous amuserons bien à faire de la pêche et du sport. Ne vous inquiétez pas, chers parents. On passe de bonnes vacances de printemps. À bientôt, votre fils Karim. قبل ما نشرحوا هذا النص نديروا واحد التذكير كيفاش تنكتبوا الرساله شخصيه كومون غيديجي اون لتر بيرسونيل. اول حاجه تنبدا بها ليو اي دات. ليو المكان ديال كتابه هذه الرساله، لا دات يعني التاريخ النهار فاش غتكتب هذه الرساله. نعطيكم مثلا انا تنكتب الرساله في اكادير، تندير اكادير فيرغول لو ونتبعوا التاريخ المختصر. مثلا اليوم 24 شهر 12 2020. اذا هذه اول حاجه تنبدا بها الرساله لو ليو ولا دات. من بعد تجي لا فورمول دابيل. شنو هي هاد لا فورمول دابيل؟ هي منين تكتب شير. مثلا كنت غنكتب لصديق، نكتب مثلا سميتو احمد، شير احمد، صافي تندير شير ونتبعو اسم ديال المرسل اليه، هذا اللي غنصيفطو ليه الرساله. لكن كنت غنصيفط لصديقه طبيعه الحال ندير هاد الشير اللي فيها او ا لا فان، مثلا شير ساره. المهم اي اسم، هنا فقط عطيتكم غير مثال. كنت باغي نكتب لجوج الناس ولا ثلاثه، المهم الجمع عندي، غندير ديك الشير اللي فيها اس ا لا فان، اس ديال الجمع. مثلا غنكتب لوالديه، غنكتب الشير بارون، صافي. شير الا كنت غنكتب الولد يعني صديق ندير هاد الشير، صديقه نزيد هاد او، الجمع ندير اس. هذه هي لا فورمول دابيل. من بعد لا فورمول دابيل تجي المرحله الثالثه واللي هي تنكتب لو كور دو لا لتر، يعني تنكتب الرساله ديالي عادي، داكشي اللي بغيت نكتب لهذا اللي غنصيفط ليه. من بعد لو كور دو لا لتر تندير لا فورمول فينال. اشنا هي هاد لا فورمول فينال؟ هي بحال خاتمه للرساله ديالي، بحال اللي تقول لهداك الشخص اللي تصيفط ليه تقول ليه بسلامه حتى المره اخرى ولا اللي بغيتي. المهم اي جمله تصلح تكون كخاتمه. نعطيكم مثال، مثلا نقدر نقول او ريفوار، الى اللقاء، اولا نقول ا بيانتو، لاحقا حتى المره اخرى، اولا نقدر نكتب ا لا بروشين، نفس الشيء تتعني حتى المره الجايه ا لا بروشين، ا اي ان او، واخا ما تكتباتش مزيان المهم في الاخر عندي ان او. نعطيكم مثال اخير، لكن تنكتب مثلا لصديق ولا لصديقه نقدر نستعمل هذه العباره اميكالمون، اميكالمون. المهم كاين بزاف ديال انه كاينين بزاف ديال الجمل اللي نقدروا نديرهم كخاتمه يعني فورمول فينال. انا عطيتكم هنا بعض الامثله. اخر حاجه نختموا بها الرساله لا سينياتور، يعني التوقيع. اش نديروا في هاد لا سينياتور؟ تنديروا الاسم ديال المرسل، اسم ديال المرسل هذا اللي صيفط الرساله.
لنفترض انا اللي صيفطت الرساله، يعني غنكتب سميتي. المهم دائما لا سيناتور الاسم ديال المرسل. الان من بعد ما قرينا نص القراءه الاولى، فواضح لان هذا النص عباره على رساله تكتبات في خنيفرة نهار 22 مارس 2017، اللي كتبها هو كريم المرسل. لا قلت في الاول الفيديو، قلت لكم في الاخر ديال الرساله تنكتبوا الاسم ديال المرسل، هذا اللي صيفط الرساله. لما نكتبها كتبها لوالديه سي بارون. C'est avec un immense plaisir que je vous écris pour vous annoncer que nous sommes arrivés à Khnifra hier soir. C'est avec un immense plaisir, يعني بواحد الفرحة وواحد السرور، أنني تنكتب لكم. هنا le verbe écrire c'est un verbe ديال troisième groupe في l'infinitif تسالي بRE، هنا مصرف عندي في البريزون. بواحد الفرحة أنني تنكتب لكم. علاش يكتب لهم هذه الرساله؟ هو يكتب السبب كتابه هذه الرساله. بوغ تعني كي، بوغ هي كي، بوغ فوز انونسي باش نعلمكم كو نو سومز اريفي اخنيفرا، اننا وصلنا. لو فيرب اريفي كونجوغي هنا في الباسي كومبوزي مع لوكسيليير اتر، ياك؟ اذا باش يعلمهم انهم وصلوا فين الخنيفرا، امتى؟ ايير البارح، صباح يعني مساء، البارح ولا الامس في المساء. aujourd'hui il fait beau، aujourd'hui يعني اليوم، il fait beau يعني الطقس زوين، il fait beau. résultat كنتيجه، بما ان الجو كان زوين. nous avons visité la place d'Ajdir et les sources Om Rabi où nous avons vécu des moments heureux et agréables. Nous avons visité, le verbe visiter conjugué في الباسي كومبوزي هو مع الاوكسيليير avoir. ردوا البال، الافعال ديال البرومي جروب اللي تيساليو ب ER منين تنبغي نصرفهم في الباسي كومبوزي تندير الاوكسيليير être ولا avoir. هنا عندي avoir زائد الparticipe passé. شنو هو الparticipe passé؟ تنحيد هاد ER وندير في بلاصه او اكسون. اذا nous avons visité zorna la place d'Ajdir، هذا المكان اللي سميتو اجدير، و les sources ام الربيع ومنابع ديال ام الربيع. و nous avons vécu، هنا le verbe vivre c'est un verbe ديال 3e groupe حيت يسالي ب ر او ر او. le participe passé ديالو هو vécu. هنا بالنسبه للافعال ديال الثوازيام جروب، بالنسبه للبارتيسيب باسي ما عندوش قاعده بحال هنايا في برومي جروب، قلت لكم حيدوا او ار وديروا او اكسون. هادو لا ما عندهمش قاعده، كل فيرب كيفاش نديروا البارتيسيب باسي ديالو. اذا او نو زافون فيكو دي مومون زورو اي اغريابل، قضينا، نو زافون فيكو قضينا اوقات سعيده ورائعه. فزاروا هاد الاماكن، قضاو اوقات اللي هما زوينين. Nous logeons dans une auberge à côté du lac Wiwen. Idem, هنايا y a le verbe loger conjugué في présent. C'est un verbe ديال le premier groupe. Mais عنديش صراحة البلاصة فين نكتبو لكم هنا، ولكن ما فيها باش نكتبو لكم الفوق. Loger c'est un verbe ديال le premier groupe. غيسالي ليا ب ER. هنا مصرف في présent. Nous logeons dans une auberge يعني فين سكنوا، فين جلسوا في هذه المده اللي سافروا فيها. نو لوزون سكنوا dans une auberge في واحد النزول، auberge هي نزول. فين كاين؟ اكوتي هي بجانب، بجانب ماذا؟ بجانب هذه البحيره اللي سميتها ويوان. نو nous amuserons bien à faire de la pêche et du sport. Nous nous amuserons. ردوا البال هنا. نو يعني نحن. نو amuserons هذا راه لو فيرب ساميزي، هو من لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو راكم تتعرفوهم اللي تيبداو بس. عندي هنا لو فيرب ساميزي مصرف فاش؟ في الفيتور. اذا هذا الشيء نو nous amuserons يعني سنمرح
bien à faire de la pêche. غادي نستمتعوا بلا بيش تعني الصيد و سبور يعني الرياضة، ولكن ردوا البال علاش هنايا لو فيرب ساميزي صرفوه في الفيتور وهاد الافعال اللي قبل فيزيتي ولا فيكو داروهم في الباسي كومبوزي. علاش؟ لان هنايا شي حاجة الباسي كومبوزي تنستعملو في شي حاجة اللي فاتت دازت درتها وسالت. هنا زرنا هاد البلاصة اجدير ومنابيع ام الربيع وقضينا اوقات ممتعة، هادشي كله صافي دار سالينا هيتي عاود الوالدين شنو داروا. ولكن هنايا نو نو زاميزغون يعني منين نستعمل الفيتور يعني داكشي اللي غيديروا دابا من بعد باقي ما داروش اش غادي يديروا؟ غادي يستمتعوا بالصيد، غيمشيو يصيدوا، كذلك غيديروا الرياضه. Ne vous inquiétez pas chers parents, on passe de bonnes vacances de printemps. هنا عندي نو با اداه من ادوات النفي كنا شفناها في فيديوهات سابقه. اذا نو فوز انكيتي با هنا عندي لو فيرب سانكيتي كونجوغي في الامبيراتيف، تعني انكم بلا ما يبقى بالكم مشغول علينا ولا مقلقين راه حنا تنقضيو اون باس هي تنقضيو واحد العطله رائعه. بالضبط هنا حدد لينا انها العطله ديال الربيع فاكونس دو برانتو. بيانتو حتى المرة أخرى ولا وقت لاحق. فوتخ فيس كريم ابنكم كريم. الآن أسئلة الفهم كومبريونسيون دو ليكري، هنا عطوني 13 نقطة على هاد أسئلة الفهم، فما نضيعش ولو نقطة واحدة لأن ما كاينش ما سهل من هاد الأسئلة ديال الفهم. كما كنت قلت لكم في الفيديو السابق ما تنجيب حتى حاجة من راسي، كل شيء في النص، خصني غير ركز شي شوية. Ce texte est-il une lettre personnelle, رسالة شخصية ou là un poème, نص شعري ou là un dialogue, حوار؟ إذن راه باينة طبيعة الحال راه النص عبارة على رسالة شخصية كتبها كريم لوالديه. إذن هاد السؤال هذا عطوني جوج نقط. صعيب بزاف السؤال. سؤال ثاني كي اكري سات لتر و اكي؟ هنا رد البال نقسم هكذا، نقسم السؤال جوج الاجزاء، حيت عندي جوج الاسئله في سؤال واحد. كي اكري سات لتر، كي من الذي كتب هذه الرساله؟ طبيعة الحال كريم، كريم هو اللي كتب الرساله. دائما في الاخر الرساله تنكتب الاسم ديال المرسل هذا اللي كتب الرساله. اكي اكي يعني لمن كتبها؟ طبيعة الحال ها هي في الاول كتبها الوالدي سي بارون. صافي سي كريم كي اكري سات لتر ا سي بارون. انا في الاخر الفيديو غنخلي لكم الاجوبه مكتوبين. السؤال الثالث دو كيل فيل لاتيل اكريت؟ فيل تتعني مدينه، اذا اين مدينه كتبت فيها هذه الرساله؟ ها هي في الاول عندكم كتبها كريم. طبعا الحال فين كتبها؟ كتبها في خنيفرة. اذا الجواب ديال هذا السؤال الثالث هو خنيفرة. الان السؤال الرابع ريكوبي لا بون ريبونس. ريكوبي يعني تنقل الجواب الصحيح. كريم ا فيزيتي، كريم زار، لو فيرب فيزيتي اشنو زار؟ واش لاك تيغل مامين ولا لاك اغل مام ازغزا ولا لاك ويوان؟ طبيعة الحال هاد لاك الاول والثاني ما مذكورينش كاع في النص. لو لاك البحيره الوحيده اللي مذكوره هي هادي، هاد لاك ويوان، ها هي في هاد السطر هذا، ها هي لاك ويوان. السؤال الخامس اون كيل سيزون كريم اي سيزامي فيزيت تيل خنيفره؟ اون كيل سيزون، سيزون يعني فصل، اين فصل كريم والاصدقاء ديالو زارو لو فيغ فيزيتي زارو خنيفره؟ فين مذكوره في النص؟ عندي فصل واحد مذكور في النص وبالضبط في الاخر اخر كلمه في الرساله، ها هي اون باس دو بون فاكونس دو برانتون، عطله ديال الربيع. اذا اش من فصل زارو فيه خنيفره؟ طبيعه الحال برانتون. اذا هذا هو الجواب ديال هذا السؤال الخامس. السؤال الأخير السادس كيل اكتيفيتي دو لوازيغ فيغون كريم اي سي زامي؟ اكتيفيتي هي الأنشطة، شنو هما الأنشطة
لو فيرب فيغ لي غادي يدير كريم والاصدقاء ديالو. ها هي عندي في النص كنا شرحناها، ها هي في هذا السطر. نو نو زاميزغون بيان افير، اش غادي يديرو؟ لا بيش اي دو سبور، صافي الصيد والرياضه، هادو هما لي زاكتيفيتي الانشطه اللي غادي يقوموا بهم. اذا الجواب ديال هذا السؤال الاخر الكومبريونسيون هو هذا، لا بيش اي دو سبور. اذا كان هذا هو الفيديو ديالنا لليوم، نتمنى يكون كل شيء واضح، مع متمنياتي للجميع بالتوفيق.